المريض اللي عنده مشكلة خاصة بضعف الجنسية بيبقى عنده حالة أولا من الإحساس بالخجل، ثقافة بتاعت الشرقيين كده، وممكن ما يروحش يكشف عشان عنده الإحساس ده. بعض الناس أحيانا بيكون عنده أعراض شديدة جدا، أعراض بس زي ضعف مثلا، البول ضعيف، بيقطع، حرقان شديد في البول، فطبعا هو ما بيقدرش إن هو يقيم علاقة جنسية سليمة. إيه معنى كلمة فقدان أو ضعف رغبة جنسية؟ غياب الرغبة الجنسية من الحاجات اللي هي ممكن تأثر على الزوج والزوجة، يعني ده بيثمرت بيصيب الراجل وبيصيب الست الاثنين. أسباب ضعف الرغبة الجنسية أسباب كتيرة جدا، حضرتك عارف طبعا دايما بنقسمها لحاجتين، حاجة اسمها أسباب نفسية وأسباب عضوية. معظم الناس طبعا عند سن ال 45 سنة أو ال 50 سنة بيحصل تضخم في البروستاتا، لما يحصل تضخم في البروستاتا بتضغط على مجرى البول وبالتالي المريض بيبدا يشتكي. نبقى الاول عارفين يعني ايه ضعف انتصاب، فهو ضعف الانتصاب هو عدم القدره على حدوث الانتصاب، يعني واحد ممكن يجي ان هو ما عندوش انتصاب خالص، ممكن واحد يجي يقول والله لما اجي اقرب للزوجه ما يبقاش في انتصاب، طالما فقد القوه والصلابه ده معناه عنده ضعف انتصاب. في شباب كتير بيشتكي من صغر حجم العضو الذكري او بمشكله تبقى هاجس في دماغه. هو الحقيقة طبعا ده من الحاجات اللي بنشوفها كتير قوي في العيادة، ناس كتير جدا، يمكن اكتر رسائل بتجينا على الصفحة عندنا على الفيسبوك واكتر رسائل بتجينا على الواتس والويب سايت بتاعنا هو تكبير العضو الذكري. هل الضعف الجنسي الحديث فيه في المجتمع المصري والشرقي يتم بشكل كافي؟ لا، ده هرمون الذكورة ده بيحافظ على معدل ضخ الدم للعضو الذكري، بيحافظ على النشوة، بيحافظ على القصف، بيحافظ على الإحساس نفسه بتاع العضو الذكري. موضوع سرعة القصف من المشاكل الشائكة جدا ومن أكثر الاضطرابات الجنسية شيوعا، وده بسبب الحرج. المفروض إن الدم بيسري من الخصية في اتجاه القلب في اتجاه واحد بس. علميا بقى إن لو طفل عنده تبول الأراضي ممكن يكون عنده تاريخ عائلي أو تاريخ مرضي أو العيلة أو والد أو الوالدة عنده تبول الأراضي. 90% من الناس بيعملوا كله مش حاجة واحدة منه، تدخين وقهوة وأكل سريع وفاست فود ووزن زيادة ونوم قليل وأفلام غلط على المال. الدكتور صلاح زيدان أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية والتناسلية، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي بكلية طب جامعة الأزهر، عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية والمصرية والدولية لجراح المسالك البولية وأمراض الذكورة، رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية طب بنات جامعة الأزهر. أهلا بكم. الحقيقة النهاردة حلقة مهمة جدا، عنوانها إنه إحنا عندنا كسل، عندنا نوع من التحمل الغير منطقي لمشاكل الجهاز البولي ومشاكل القدرة الجنسية. يعني إيه تحمل؟ يعني تلاقي الراجل بدأ يعاني من مثلا مشكلة زي سلس البول أو مشكلة بولية، أو الطفل عنده مشكلة ما في البيت، الأسرة مطنشة هذه المشكلة وبيتعاملوا معاها على إنها هتتحل بمرور الزمن، ويتأخر الذهاب إلى جراح المسالك البولية أو دكتور المسالك البولية لكي يتعامل مع هذه المشكلة. الراجل بدأ يجيله ضعف جنسي وبرضه مأخر تعامل، عمال يداري المشكلة بأي حاجة، حباية يقول لك النهاردة يمكن أنا مرهق، يمكن نفسيتي تعبانة، يمكن يطلق مراته ويتجوز واحدة ثانية يقول لك هي السبب، يقعد يأجل المشكلة وبرضه ما يروحش للجهة اللي المفروض يروح لها وهي الدكتور اللي هيعالجه. تأجيل وتحمل المشكلة لفترة طويلة ده خطأ شديد، وممكن يوصل المشكلة من مشكلة ذات بعد واحد أو ذات يعني نقدر نقول درجة نقول عليها درجة واحد إلى أنها تكون مشكلة ذات أبعاد كتيرة وتقلب لمشكلة بقى ذات درجات متقدمة بمضاعفات بمشاكل في أجهزة قد تصل إلى فشل كلوي مثلا. النهاردة حوار بهذا المنطق، إمتى المريض يذهب إلى دكتور، إمتى، قصص مهمة وحكايات أهم
تعالوا نتابعها مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير اللي بسعد جدا بحواره معه، لأنه حوار علمي على طراز عالي جدا من الرقي، وأيضا في منطقية الحوار والمهنية المطلقة وأيضا الضمير المهني الذي نعلمه عنه. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور صلاح زيدان، أهلا بك. أهلا دكتور أيمن، سعيد، منورنا. ربنا يخليك، سعيد بهذه الزيارة. ربنا يخليك، على أسعد، ربنا يكرم. عايز أبدأ أتكلم على فهر، يعني إيه جهاز بولي بمشاكله؟ إيه مشاكل جهاز بولي؟ يعني خلينا قبل ما نتكلم عن المشاكل نعرف يعني الأول هو إيه الجهاز البولي. أيوة، يعني إيه التركيب التشريحي أو إيه الحاجات المكونات بتاعة الجهاز البولي عموما، وطبعا معنا برضو الجهاز التناسلي. فطبعا الجهاز البولي بيبدأ بالكلية، وبعدين بالحالب، وبعد كده المثانه، ودول كلهم بيتجمعوا في نقطه اللي هي نقطه البروستاتا. بعد كده مجرى البول، وبيخصنا طبعا العضو الذكري بمشاكله، طبعا الخصيه، والخصيه طبعا هي المسؤوله عن انتاج الحيوانات المنويه، ومسؤوله طبعا برضو عن هرمون الذكوره اللي هو مسؤول عن الصفات الذكوريه للرجل والرغبة الجنسية. فطبعا المشاكل طبعا كبيرة جدا، يعني مشاكل الجهاز البولي والتناسلي من البرانشات، يعني البرانش اليورولوجي أو الأندرولوجي، من مشاكل مشاكله كبيرة جدا. فطبعا أي مشاكل ممكن تحصل في الكلى زي الحصوات، بتبدأ من الحصوات مرورا بالالتهابات، مرورا بالعيوب الخلقية، ممكن تنتهي لقدر الله بالأورام. نفس الفكرة في الحالب، ممكن المثانة ومشاكلها كلها برضو من أول الالتهابات والأورام. البروستاتا برضو من الجزء كبير جدا، فمجرى البول، العضو الذكري بمشاكله سواء في ضعف الانتصاب، سواء أمراض معينة، أمراض خلقية أو أمراض وراثية، كل دي مشاكل كبيرة جدا. فبالتالي الجهاز البولي بيمثل جزء كبير جدا في برانشات الطب، فبالتالي مشاكله كتيرة جدا. عايز أتكلم الأول على الأعراض برضو. دايما في الكتب يبدأوا خصوصا في المسالك ويذكروا الأعراض في الأول. هي طبعا الاعراض بتختلف من يعني من سواء كان رجل او كان سيده او كان طفل. فالاعراض عموما اهمهم زي اي برانش في الطب اللي هو الالم. فالالم ممكن يكون الم في الكلى، ممكن يكون الم في المثانه، ممكن الم في العضو الذكري، الام خاصه بالتهاب البروستاتا، الام في الخصيتين. فطبعا على راسهم طبعا ياتي المغص الكلوي. المغص الكلوي ده مشكله كبيره جدا، وممكن اكتر حاجه بيتقابلها اللي هو حدوث المغص الكلوي. فهم سموه مغص كلوي لان هو ليه مكان معين، يعني مكان معين خاص بالكلى، زي مثلا بيبقى في جزء معين اللي هو في الجنب، فهو الجزء بين الضلع الاخير والعمود الفقري. دي بنسميها الرينال انجل، اللي هو الجزء الخاص بالكلى. وبالتالي اي مريض بيحس بوجع في جنبه بيجي رايح لدكتور المسالك. طبعا الاعراض ممكن تتشابه، في بعض الناس ممكن الام عضلي، وده طبعا بيصاحبه ألم في العمود الفقري، ألم في الرجلين، ممكن يكون مشاكل في القولون. بس ده في الغالب بيصاحبه طبعا وجود انتفاخات، وجود حموضة. لو ألم على الناحية اليمين ممكن يكون أعراض زي أعراض حصوة المرارة. ممكن ألم الزايدة قد تتشابه، في بعض الناس تشخص الزايدة على أنها مغص كلوي. فبالتالي المغص الكلوي ده بيحصل نتيجة أن لو في حصوة ونزلت في الحالب وسدت الحالب أو سدت حوض الكلى، فبتعمل ارتجاع على الكلى، وبالتالي بيحصل حاجه اسمها يعني الكليه فيها كبسول جزء خارجي. فالضغط على حوض الكلى او الضغط على الكبسوله الخارجيه بتاعه الكلى ده قد يؤدي الى حدوث المغص الكلوي. بعض الناس ممكن الالم ده يسمع في العضايا التناسليه او يسمع فوق العانه، بعض الناس ممكن يسمع في الخصيه، او بعض الناس يجي باعراض قيء او غثيان بيصاحب المغص الكلوي. برضو بعض الناس ممكن يجي بالتهاب او حرقان في البول، دخول حمام كل شويه. بعض الناس يقول لك ان عندي احتباس بولي، يعني حاسس ان البول ما بينزلش وحاسس ان الميه نقط، وبالتالي قد يشخص وجود حصوه في اسفل الحالب على انها احتباس بولي او التهاب في المثانه او التهاب في البروستاتا. وبالتالي لازم ناخد بالنا كويس، حتى الكلام ده زمان الاطباء ان بنشخص هل ممكن الاعراض قد تتشابه، حصوه في اسفل الحالب قد تتشابه مع التهاب المثانه، قد تتشابه مع التهاب البروستاتا. دايما الثقافه يعني في الغرب تحديدا بيقول لك راقب دائما زي ما بيقولوا اكسكريشنز او السكريشنز بتاعتك، فبيراقبوا كويس ويبصوا كويس جدا على لون البول. هل البول ممكن يديني انطباع عن طبعا هو لون البول هو ده العلامه المميزه. يعني ده اللي يقول لك، يعني طبعا احنا كمصريين عموما لما بنلاقي اي تغير في لون البول ده بيلفت النظر شويه. ف
فمشاكل البول قد تكون حاجتين، قد تكون مشاكل في التبول في وممكن تكون مشاكل في البول. مشاكل التبول احنا بنقسمها لحاجتين، قد تكون اعراض تهيج في المثانه، وممكن تكون اعراض انسداديه، يعني الانسان حاسس ان البول فيه سدد. اعراض تهيج في المثانه ممكن المريض يحس بحرقان في البول، عنده رغبه ملحه في البول، دخول الحمام كل شويه. في بعض الناس يحس ان هو ما فرغش البول كويس، بعد ما بيخلص حمام عايز يرجع تاني، او في ساعات يقول لك في نقطه كده يا دكتور عايز تنزل ومش عايز واقفه في مجرى البول. فدي اعراض تهيج في المثانه. بعض الناس قد تكون عندهم اعراض انسداديه، زي مثلا ان هو بيغيب عمال البول ما يبدا، او عنده صعوبه في التبول، واحيانا البول لما بينزل ينزل متقطع، ممكن ان البول ينزل ضعيف جدا. كل هذه الاعراض قد تنتهي في الاخر باحتباس بولي، يعني ممكن المريض يجي لنا باحتباس بول وعنده الم شديد جدا واحتباس بولي، في ناس بتقعد فترات طويله جدا. دي المثانه وتحتها البروستاتا. دي المثانه والبروستاتا بالظبط. دي اعراض البول، يعني البول هو نازل في المنطقه دي، دي الاعراض الانسداديه. ممكن البول يحس بقى ان هو ده فيديو حلو قوي على فكره، يعني فيديو رائع بصراحه، مهم جدا الحقيقه. فممكن ناس ممكن ينتهي باحتباس البول، وممكن في بعض الناس لو يعني بيتاخر شويه ده قد ينتهي بحاجه اسمها احتباس بولي مزمن. واحتباس البولي المزمن ممكن ينتهي بسلس بولي. من ضمن الاعراض برضو اللي ممكن تجي لنا، ممكن المريض يكون عنده سلس بول، وده في الغالب في الستات. والسلس البولي ممكن المريضه تحس يعني تقول يا دكتور مثلا انا لما بكح او اعطس البول ينزل، وده حاجه اسمها سلس بول جهدي بنسميه ستريس انكونتيننس. بعض الناس عندها حرقان في البول ما بتلحقش نفسها لما تيجي تدخل الحمام، او تقول لك انا بتزنق في الميه وممكن البول يسبقني، ده حاجه بنسميها سلس بول الحاحي او ايرج انكونتيننس. بعض الناس عندهم الاثنين، حرقان في البول وما بتلحقش نفسها، وفي نفس الوقت لما بتكح او تعطس او تغير وضعها بيحصل سلس بولي. في بعض الناس بيبقى عندهم البول سايب على طول، يعني مثلا تقول لك انا بلبس حفاضه والميه سايبه على طول، وده احيانا بيحصل بعد العمليات الجراحيه لو لا قدر الله في مشكله في العضله القابضه للبول. ممكن في بعض الناس اللي عندهم نصور بولي مهبلي، فممكن يجي بسلس بولي ان الميه بتنزل على طول، يعني بعد احيانا القيصريات او اخطاء مثلا في عمليه او حاجه، فممكن يحصل نصور بولي مهبلي. بالنسبه بقى للبول، ممكن يكون في مشاكل بقى في البول، سواء كان لون البول، ريحته، بعض الناس بيبقى ريحه البول متغيره، وده بيبقى علامه برضو وجود ميكروبات او وجود التهابات. بعض الناس اللي عندهم سكر برضو بيبقى عندهم مشاكل الديابيتيك كيتو اسيدوزيس، ممكن يحس ريحه الاسيتون، اسيتون اودري. بعض الناس ممكن يكون كميه البول فيها مشاكل، ممكن يكون اللون في عكار كمان. لون البول طبعا مهم جدا ده. فاللون بعض الناس ممكن تعكر في البول، وده بيكون ممكن نتيجه صديد في البول، او يكون بعض الناس تقول في بول رغوه كده او رغاوي في البول. ده ممكن يكون بسبب فقد البروتينات، وده قد يكون انذار بحاله الكلى. ممكن يكون في قصور كلوي. بعض الناس يحس ان في قطع كده او حاجات بتنزل مع البول، ودي قد يكون انذار لوجود الاورام، اورام في المثانه او اورام في الكلى او الحالب، وقد تكون اورام البروستاتا. فطبعا دي مشاكل كتيره جدا بتاعه الجهاز البولي. هل الالتهاب المسالك البوليه ممكن ياثر على العلاقه الزوجيه؟ طبعا التهاب المثانه والبروستاتا، سواء بقى يعني احنا ممكن نقسمها لحاجتين، سواء كان في السيدات او كان في الرجال. الستات ممكن يعني الحاجه الكومن قوي بيحصل لهم التهاب في المثانه، ويبقى غالب بيبقى التهاب متكرر بيخف وبيرجع تاني. ده بنيجه التهابات النساء، والنساء دي ممكن تطلع على مجرى البول وتعمل التهاب في المثانه، فبالتالي بيحصل عندهم حرقان في البول، بيبقى عندهم صعوبه في التبول او دخول تكرار دخول الحمام كتير جدا، وبالتالي هي يعني بتلجا للنفور من العلاقه الجنسيه بسبب ان هي خايفه من السلس البولي، الم اثناء الجماع نتيجه الاحتكاك بجدار المثانه. في الرجاله طبعا ممكن يحصل برده بسبب ان هم بيبقى يكون عندهم التهاب في البروستاتا، وممكن يحس بحرقان اثناء القصف، ممكن يكون عنده ألم في العضو الذكري. بالتالي لما يجي يقيم علاقة جنسية بيبقى عنده ألم شديد جدا، فبالتالي بينفر من العلاقة الجنسية. هل وجود ألم اثناء القصف ده علامة خطر؟ ألم اثناء القصف ممكن يكون ده التهاب في البروستاتا، يعني في الغالب ممكن يكون التهاب في البروستاتا، وبالتالي ده أحيانا المريض ممكن يحس بألم فوق العانة، ممكن يحس بحرقان في البول، ألم في مقدمة العضو الذكري، وبيسمع في الخصيتين، ممكن يسمع فتحة الشرج،
او المنطقه اللي ما بين فتحه الشرج وما بين الخصيه. طبعا الالم ده بيبقى في بعض الناس ما عندهم التهاب شديد في البروستاتا ممكن يكون حاد، بعض الناس عندهم مزمن، فتلاقي المريض عنده التهاب مستمر ياخد علاج ما يتحسنش، يرجع تلاقيه يطلع من الدكتور ده يروح الدكتور التاني باستمرار لان هو طبعا ما بيتحسنش. فطبعا ده من ضمن الحاجات اللي هي بيبقى الالم شديد جدا ومتكرر يخف ويرجع تاني، فبالتالي هو طبعا الكورس العلاج بتاعه بيغيب شويه يعني بيمتد لثلاث شهور. فالمفروض ان احنا بنفهم المريض الكلام ده يبقى فاهم ان الكورس العلاج هيتاخر يعني. في رجل عند القذف يجد دم نازل مع السائل المنوي، ده شيء خطر؟ هو طبعا دم، وجود دم في السائل المنوي ده يعني علامه منذره بالخطر طبعا، ممكن يكون في مشاكل. بس هو وجود دم في السائل المنوي في الغالب بيبقى شبه متكرر، واحيانا ممكن يكون بدون سبب، يعني احيانا ممكن ندور على السبب ما نلاقيش سبب واضح يعني، وفي الغالب بيختفي بسرعه ما بقاش موجود. لكن ده بيختلف حسب السن، يعني ممكن في بعض الناس اقل من 40 سنه ده بيكون نتيجه التهاب مستمر في البروستاتا، التهاب في مجرى البول، بعض الناس اللي عندهم التهابات جنسيه او السكشوال ترانسميتد ديزيز اللي هي الامراض المنتقلة عن طريق الجنس، ممكن يكون عنده التهاب في الخصيه او التهاب في البروستاتا. ده الحاجات اللي هي الكتيره قوي، ونادرا ما يحصل اورام يعني اللي هو اقل من 40 سنه. بعد 40 سنة ممكن يكون طبعا بيبقى أخطر شوية، لأن بيبقى التهاب في مجرى البول، ممكن يكون مشاكل في البروستاتا أو أورام للبروستاتا. أحيانا بعض الناس اللي بيبقى عامل عينة من البروستاتا بيلاقي دم في البول، فطبعا دي من العلامات الخطر، يعني لازم طبعا نستشير الطبيب في الجزئية دي بالذات يعني. عايز أدخل على الجهاز التناسلي بقى، أو بمعنى صح المشاكل الجنسية، هبدا بالتواء الخصيتين، مشكله اكيوت، مشكله حاده. طبعا هو مشاكل الخصيه مهمه جدا. زي ما قلت لحضرتك قبل كده، الخصيه مسؤوله عن حاجتين، اول حاجه اللي هو تصنيع الحيوانات المنويه، ده المصنع اللي بيكون الحيوانات المنويه. الحاجه الثانيه تكوين هرمون الذكوره اللي هو هرمون مسؤول عن العلامات الجنسيه بتاعه الذكور يعني. طبعا دي مشكله بتبقى طارئه يعني، دي مشكله طوارئ، دي ايمرجنسي، حاجه بنلاقيها بص فجاه المريض جاي بالم شديد في الخصيه، وبتحصل في سن من 16 ل 18 سنه. بيبقى خد خبطه، حركه مش مظبوطه، بعض الناس بيبقى عندهم خصيه معلقه، بعض الناس عندهم حاجه اسمها ريتراكتايل تيستس، الخصيه نفسها ما بتنزلش كويس للكيس، وبالتالي بيحصل فجاه التواء في الخصيه. للاسف بعض الناس بتشخصه على انه التهاب في الخصيه، يعني المريض بيروح يكشف، ساعات بيروح الطوارئ او بيروح دكتور مش مختص فبيشخصه على انه التهاب في الخصيه. ايوه، مشكله بقى في كده ان هو لما بيشخصوا التهاب في الخصيه بيبدا يديله علاج، دي مشكله لو ما تلحقتش في خلال 6 ساعات بيحصل مشكله كبيره جدا في الخصيه، ان الخصيه طبعا حضرتك عارف ده التواء في الحبل المنوي. الحبل المنوي بيحصل له التفاف في اللي هو الوعاء الناقل، في الشرايين، في الاورده، في الاعصاب، الشريان نفسه بيحصل له التواء فبيتقفل، فالدم اللي رايح للخصيه طبعا فالخصيه كنسيج بيحصل فيها ضمور، بالظبط بيحصل فيها ضمور. ده المفروض يتلحق في خلال 6 ساعات. يمكن احنا يعني للاسف أنا يمكن في شهر قابلت 4 حالات انتهوا باستئصال خصي بسبب ان هو سوء تشخيص، المريض بيوصل متاخر بيشخصوه على انه التهاب في الخصيه. فالتهاب الخصيه بيبقى عباره عن الم، احمرار في الخصيه، تورمات، بيصاحبه ارتفاع في درجه الحراره. في بعض العلامات الدكتور المختص هو اللي بيقدر يحدد، لكن التواء الخصيه برضو نفس الكلام، بس طبعا في الغالب ما بيبقاش في ارتفاع في حراره قوي. بنشخصه باشعه الدوبلر، دي اشعه مهمه جدا، يعني لازم تعمل اشعه الدوبلر للمريض، لو انت مش متاكد لازم تعمل اشعه تشوف البلاد سبلاي او البلاد فلو او الدم اللي رايح للخصيه كويس ولا لا. يبقى مواضيع كثيره، هذه هي الطليعه، لكن مواضيع كثيره، بستمتع دايما بحوارك كثيف العلم، كثير المعلومات. اول ما انا بسالك السؤال انا عارف انه في كم معلومات كبير جدا موجود، وكل واحد من ده هيبقى تقريبا حلقه او اقل شويه في فهرس الجهاز التناسلي والجهاز البولي. نورتنا يا فندم، شكرا جزيلا على هذه الزياره، خلينا مع الناس الحمد.